نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل، ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي، عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى كلمه بالعرض. فيرتيكال وهوريزونتال يعني. فهمت. اوكي. افكار مختلطه، افكار مختلطه. ايوه، فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر، افكار مختلطه، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه، في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكسي اشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكسي اشتري ابيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال؟ انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. يا ريت يا ريت. حرف جر، في حكايه، قصه، سارق السفن، قرصان. قرصان. يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقه جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقه؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجله. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو، حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد، ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي. حقا حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان، كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه.
سيف الجاكيت ده كنزو. واو اول ده الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي. خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه. ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه. اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب. الدلوعه، فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب2 جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي؟ تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكيه. حكايه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه. انا اسف. بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه.